ما يحمله هذا اللقاء من دلالة التجديد والالتحام، دلالة التجديد والالتحام حول مشروع الحزب وأهدافه النبيلة. التقينا جميعا لنتعانق، خضنا صراعات. سوس كانت دائما هي السباقة إلى الصراعات. سوس كانت نظرة من أجل الاستقلال، سوس نظرة من أجل التصحيح والإصلاح. كانت سوس بذكران الذات وبرغبتها في الإصلاح، كانت حاضرة دائما في الواجهة. يصطلح عليه الحركة الصحية، ما كاين لا حركة صحية لا والو. اليوم يمكن أنا كان نطلب منكم تمشيو اليوم قدام المقر المركز ديال الحزب الأصل والمعاصرة، راه فيه واحد 60 شاب منهم 40 مراهق، صيفتهم العربين المحرشين من الرباط، صحوا هنا لا علاقة لهم بالحزب، لا علاقة لهم بالتنظيم، لا علاقة، صيفتهم باش ينسفوا، قال لي سيروا تنسفوا الاجتماع ديال أكادير وما عارفينش علاش جاو. يمكن ليكم تأكدوا أنتم بنفسكم هادشي اللي نقولوا. شكرا.